واحنا كمواطنين للرقة ما نريد بلدنا يصيبه مثل ما صابوا أولي، ما نريد بكرة دوار النعيم يصير في تقطيع الروس. وكل حالة يعني قضينا الحين سنتين مهجرين برات هذه المحافظة، وهلأ مثلا أرجعنا يمكن صرنا 4 سنين لحتى ننسى ما شفينا من هذيك الأيام. والله يعين أهل الحسكة بكل حالات، والله خفنا أكثر شيء لا يجي لون ونرجع نرحل مرة ثانية. يعني هون كمان مشكلة، لأنه نحن مستقرين صرنا مثل 4 سنين، طال النوب يطلع مرة ثانية، مشكلة. سمعنا إنه طلعوا الدواعش هذول، يعني العالم كله صار تخاف يعني من هذول الإرهابية، هذول ما بيخافوا من الله، هذول الإرهابية هذول جايين من دول عدة، يعني ما نعرفهم من شنو من شيء. طالب المجتمع الدولي أن يحاكموهن ويخلصونا من الشغلة هاي، وهذا كله إرهاب من دولة تركية، هم عم يدربوا هالدواعش وعم يبعثوهن لهون. بناشد الدول اللي عندها رعاية مثلا هالدواعش هدول ياخذ جنسياتهم يا أخي، أو يصفون، المهم ياخذوهن. ما نريد نشوفهم نهائيا ولا عاد نريدهم، يعني راحت إحنا للأجيال القادمة، راح نعلم ولدنا وولد ولدنا عن هالمصيبة اللي حلت لها السوريين.